مشاهدينا الآن نتابع الفقرة التفاعلية واحدث ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي مجددا مع كريمة. صباح الخير كريمة. صباح النور عمر، واسمح لي في البداية رحب مشاهدينا الكرام. صباح الخير. نعم. مشاهدينا، وأبرز ما يتوارد على مواقع التواصل. نعم. الاجتماعي. تعرف تطبخ؟ طبعا. ايه اكتر اكلة بتعرف تطبخ؟ حاجات كتير. اكتر اكلة يعني عمر بيعملها هي دي بقى. الباربيكيو، انا احب اشوي يعني، فبالتالي انا بروفيشنال في التتبيلة بتاعت الدجاج. بتعمل وكدا. اوكي، بتعمل تتبيلة مختلفة يعني، هو سر الشوي في التتبيلة بتاعته صحيح. يعني صحيح، فاعملها حلو. اضافة الى برياني، عارف عن البرياني؟ برياني طب ده صعب. لا يا جماعة عمر خلاص عزمنا جميعا يعني. يمكن في كتير من الأحوال أو ظروف بتطرق الظروف إنك تجهز أكل كراجل يعني بنفسك. في كتير من الناس بتحب الطبخ، وناس تانية بالنسبة لها الطبخ ده أو الوقوف في المطبخ في حد ذاته إرهاق. تعالوا نتعرف على مشاركات رواد تويتر على الهاشتاج أكلة بتعرف تعملها. نعرف بقى من الرجالة والستات إيه أكتر أكلة بيحبوا أو بيعرفوا يعملوها. مريم قالت أظن من الذوق والأدب إنكم تعزموني على الأكل مش تسألوني بعرف أعمل إيه. حاضر يا مريم، عمر هيعزمنا. أي سؤالت أكلة بتعرف تعملها؟ بقلي بطاطس حلو جدا وباكلها أحلى والله. مش لوحدك على فكرة. بنت البلد بقى قالت قصدك الأكلة اللي ما بعرفش أعملها، واضح إن هي شاطرة يعني. أما سليم قال إن أيام الجامعة والجيش والعزوبية فهموني إن مفيش أكلة ما أعرفش أعملها. شايف إن الراجل لما بيقعد لوحده فترة طويلة بيعرف يطبخ؟ اللي خلاني اعرف اطبخ او اعمل بعض الاكلات يعني، مش اطبخ كل حاجه. أوكي. لانه طبعا كنت بعد فترات طويله. فبالتالي واحد يضطر يعني انه يعمل اكل بنفسه، لانه مرات يعني يتعب من اكل برا. صح. وخلونا نعترف يا جماعه، الراجل لما بيطبخ وبيحب الاكل بيبقى بصراحة لا يعلى عليه، بيعرف يطبخ أكتر من الستات وأشطر من الستات. وهذا ينطبق على جميع المجالات يعني، لما يدخل فيها الرجل حتى كانت تخص النساء هو يبقى بروفيشنال ويعديهم يعني بكثير. لا لا لا، دي نظرة متحيزة. صحيح؟ طيب الكوافير مش رجالي؟ يكون أفضل دائما من النساء يعني حسب ما نسمع؟ أنا شايفة إن المذيعات أشطر من المذيعين. طبعا يا جماعة أنا بهزر يعني. خلونا نعرف، يمكن أنا كنت بقول الكلمة دي عشان أشوف عمر عصبي ولا لا. أنت عصبي بطبيعتك؟ جدا أنا عصبي بطبيعتي. نعم. تحاول يعني من خلال الاساتذه اللي يجونا اللي خاصين طبعا او المتخصصين في التنميه البشريه انه نتابع فعلا خطوات كيف الانسان طبعا يتخلص من عصبيته. على فكره يمكن في مميزات في العصبيه احنا ما احناش عارفينها. متخيل ان في مميزات في العصبيه؟ مميزات؟ خراب بيوت فقط. يا خبر. لكن ممكن فعلا يكون للعصبية أي مميزات. الفيديو الجاي بيقول إن العصبية دليل على الطيبة. صحيح. إزاي؟ خلونا نتابع. طيبين يا جماعة. عمر بيقول لي أنا كده. والله هو مش طيبين، ولا مسألة أنه دائما اللي عصبي يظهر عصبيته طبعا. بس ممكن يخسر ناس على فكرة بسبب عصبيته وانفعاله زي ده. لكن يكون يعني يبرد على طول ورح يستغل، تحسي أنه نسى المشكلة. يطلع وينزل بسرعة يعني. نعم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لحظة هجوم القرود على رجل كان يحاول دخول أحد الفنادق بمنطقة الطائف في المملكة السعودية ليفر هاربا بعد أن ركضت القرود خلفه. تعالوا نتابع الفيديو ده. مشاهدينا عبر شاشة الغد ومتابعينا عبر البث المباشر على صفحتنا فيسبوك، منذ صدور أغنية ديسباسيتو لصاحبايا لويس فانسي ودادي يانكي كسبت طبعا شهرة عالمية. يمكن اتكلمنا أكتر من مرة عن الموضوع ده، إنها حققت أكتر من 2.5 مليار مشاهدة على موقع اليوتيوب. شفنا أحمد شيبة اليمني وهو بيعزف على الآلات الشرقية. بس تعالى بقى نسمع النسخة الكوميدية من ديسباسيتو إزاي بتتغنى عربي. خلينا نتفرج.
بسيطة رح اعمل اكتر ما في حتى اصيبك في يوم بتحديك انه ولا ممكن فكر بعد يوم خلاص بكفي ما في غير عم تحش ريح لك نتفي خد لك نفس حاول تمضغ هاللقمي متركت سني تكنيف بقشطة ولا جبني شتو اول سيمو تاني ديز هو والمدام غيبي يوصا كادو الريزرف عندو بلان سولو ليكي سالو اسيطي اون بلوسوم على مهلي شو ما عم تيجي اللي بيتبقي لو قال لك دودي كله ما بيبينه حد اللي شفت مرة بحياته حبي ايه 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 والله لا العن بوزه واخرب له بيته واكسر له ايده والعن سيده سيدو بيك بابا بحب في نفسي من الهوى اللي جمعنا سوا بزرع عيونك من البحر من محتوى شعرك الاحمر خديك الاحمر فايقين ها العرب الشباب فايقين يعني على العموم هذه الاغنيه بنعرف نعمل من اي حاجه صحيح. شفت كان في كنافه هنا بس على فكره يعني هذه الاغنيه حققت اكثر من 4 مليار مشاهده حتى هذه اللحظه هي كسرت ارقام قياسيه وعدت اغاني ايضا اشتهرت طب شايف ليه الايقاع مثلا هو اللي خلاها تبقى المشاهده بالشكل يعني احنا حبينا نتابعها حتى من قبل ما نعرف بالمناسبه معناها يعني حتى ما يعرف حد يعرف انه كلمات الاغنيه لكن الرتم السريع للاغنيه ودائما الاغاني اللاتينيه يحبوها العرب اغنيه لاتينيه نعم جميله اضافه الى رتمها السريع هذه الاغنيه احنا دائما لما نتحدث عن السياحه زادت نسبه السياحه في بورتوريكو الى 45% تعرف ان هم فعلا اتكلموا في ده وقالوا احنا كدوله لاتينيه لازم كل العالم ياخد باله مننا ياخد باله ان احنا عندنا فن بيخترق الحدود وعندنا حضاره وعندنا مناظر طبيعيه لازم الناس تيجي تتفرج فعلا هم قدروا ان هم يروجوا لبلدهم بشكل كبير جدا طبعا يعني. ابطال الاغنيه ايضا او المغنين هم مشاهير ومعروفين وعندهم يعني اغاني ايضا جميله فهذا ايضا ما ادى الى نجاح هذه الاغنيه بهذا الشكل شايفه ان هي طاقه امل كمان للناس الثانيه ممكن ان هي يعني تكرر نفس الفكره مش لازم التقليد بس نعم. الفكره الناجحه مهم ان الواحد ان هو يعني يكررها او يجربها نعم. هو كمان بالتاكيد هتجيب نتيجه كريمه من اكثر واحد تحبين تقولي له ديسباسيتو ديسباسيتو يعني ببطء اقول لمين ببطء يعني على مهلك على مهلك بالراحه اقول اللي بيسوقوا ورايا ومستعجليني وانا ماشيه رايقه مثلا احنا اخبارنا انتهت في سوشيال ميديا بكره ان شاء الله نقابلكم نرجع دلوقتي لعمر واستكمال ما تبقى في يوم جديد خليكم معانا